مشاهدينا مكملين باقي فقراتنا لليوم، وهلا صار وقت ننتقل لعند الشيف زهره لفقره بالعافيه. مرحبا، اليوم بدي اعملكم سامن مع بطاطا مهروسه. عاده السامن بياخذ اكثر من 20 دقيقه، بس اليوم حوريكم طريقه ما بتاخذ اكثر من 7 ل 10 دقائق. خلينا نشوفها سوا. انا هلا بالمطبخ وبدي ابلش احضر السامن والبطاطا المهروسه. المكونات لهالوصفه للسامن هي السامن وشويه ملح وفلفل والثوم وزيت الزيتون. والمكونات للبطاطا المهروسه عندي بطاطا، شوية زبدة، حليب وملح وفلفل. بدي أجيب الطنجرة وأقطع البطاطا مكعبات صغيرة. لتجذب الولد أنا دائما بحب أعمل البطاطا المهروسة مع السامن. أولادي كانوا بيحبوها كثير وبلاقيها إنه هي وجبة كاملة إلهم، إنه بيكونوا عندهم الكربوهيدرات اللي بيحتاجوها لليوم، وكمان في عندك البروتين اللي بتجي من السامن. وقربنا نخلص تحضيرات البطاطا، وحزيد عليها مي وخليها تغلي لفترة 3 ساعة. البطاطا عم تستوي وهلا حبلش تحضير السامن. اول شيء حشغل الفرن. حميت الفرن على حرارة 230 درجة مئوية. هلا لنبلش بدي احط السامن على صينية الفرن. قطعتهم على شكل دوائر صغيرة ان يكونوا مخدومين للاولاد ليأكلوها. وهلا ححط شوية ملح وشوية فلفل وحدهن شوية من الثوم على السالمون. هلا مش كل الأولاد بحبوا الثوم، بس أنا بحب أحطه على السمك وما بكثر منه عشان ما يكون طعمه كتير قوي. عادة أنا بحب أزيد عليها الزبدة فوق السامن، بس بدي تكون شوية صحية اليوم وحضيف عليها الزيت الزيتون. هلأ أهم شي بهاي الوصفة إنه لازم يكون الفرن حامي كتير، عشان أول ما أحط السامن بقلب الفرن هو ما بتاخد أكثر من 7 ل10 دقايق ليجهز. هلا حبلش تحضير البطاطا المهروسة. صفيت البطاطا وهلا بدي اهرسها. بحطها بهاي القطعة. طلع على السمك. بدها كمان دقيقتين، عندي وقت لأزيد الحليب والزبدة. وهلا بحزيد شوية ملح والفلفل. وبكل سهولة حضرت البطاطا المهروسة. وهلأ السمك جاهز، حطلعه من الفرن.
وبضيف عليها واحدة من السمك. هلا صار الطبق جاهز، حزيد شوية طماطم وريحان ليجذب الولد. إن شاء الله هالوصفة عجبتكم وأكيد أولادكم هيحبوها كتير. شكرا لك كثير زهرة على هاي الوصفة الزاكية، وإن شاء الله تنال على إعجاب الأمهات. أما هلأ مشاهدينا وصلنا لفقرة كده أحسن.